هل تريد أن لا يقترب الشياطين من بيتك 3 ليال؟ الله أكبر، ما العمل؟ هو ليس عملا، بل يحتاج منك فقط أن تحرك لسانك. آخر آيتين من سورة البقرة، اقرأها في بيتك، الشياطين ما راح تقدر تقرب من بيتك، فضلا على أن يدخلوها. وهي بداية من قوله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، إلى آخر السورة. ما هي بصعبة عليكم والله؟ طيب ما الدليل؟ قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله قد كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، أنزل منهما آيتين ختم فيهما سورة البقرة، فلا يقرآن في بيت يقربه شيطان 3 ليالٍ.